36 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه هي مش تصبيح، ما زلنا متواصلين معاكم حتى النص النهار، وقايت نعملوا طلة على الفنانين اخبارهم جديدة في اسمعوا فلت. اسمعوا فلت. هيا سيدك نبداو بالستوري اللي هبطته بيا الزردي، قالت فيه هكا بالضبط: السيد ما يعرفش يتكلم وباش يقدم برنامج. حسب ما نعرفوا احنا لاخر برنامج طلع معناها اللي باش يتقدم في قناه تونسنا هو باش يقدم الممثل الكوميدي فيصل الحذيري. دونك بيا الزردي هبطت كيما قلت لكم ستوري على الانستغرام، قالت برنامج جديد من تقديم شكون، مازلنا نسمعوا كيما هكا السيد ما يعرفش يتكلم وباش يقدم برنامج. قال لك البومه كان فيها خير ما يخلفوها الصياده. وهي عليه والا متاكده؟ ايه عندك تعليق اختي فتحي؟ ما نعلق، ما عندي ما نعلق. هي ادرى هي رايحه، هي حره في هي امورها امور. اسمعوا فلت. نشرت الممثلة سهير بن عمارة فيديو في صفحتها موقع التواصل الاجتماعي وهي تشطح في التانجو، وكتبت معها: علاجي الحب للجميع، الحب من أجلكم. محليها الجملة ومتابعين متاحة عبروا برش على إعجابهم بهي وبشطحة متاحة وشجعوها لمواصلة نشر فيديوهات. قالوا برشا معناها في الكومنتير اللي هي معناها هذوما المتابعين متاحة والمعجبين متاحة، قالوا اللي شطحتها ياسر مزيانة وبالحق فرهدتهم في الحجر الصحي. بيه طيب بيه. صح اللي يخلي توانسة اليوم يقعدوا في الدار ويتبعوا، برافو يعطي الصحة ما من كان النشاط متاعهم عادش يهمنا. اسمعوا فلت. اعترفت الفنانة المصرية زينة بشعورها بالرعب بسبب تواجدها يوميا في موقع تصوير مسلسلها الجديد جمع سالم، مازالوا قاعدين يصوروا والمقرر عرضوا موسم بيان سور دراما رمضان، وكشفت على مقاطعتها التامة لزيارة والدتها بسبب خوفها من نقل عدوى فيروس كورونا، وعلما قالت اللي أمها مريضة بالقلب وبالسكر زيادة، لكنها فتحية في نفس الوقت رفضت الهجوم على صناع دراما رمضان 2020، أكدت أنهم قاعدين يحاولوا يصنعوا مادة ترفيهية باش يسليوا الجمهور في فترة الحجر الصحية. ما زالت قاعدة تصور، وكي سألوها معناها قالوا لها أنت شنو رأيك، معناها نورمالمون راكم قصيتوا التصوير وما معناها واحد ما يجازفش بصحته بحياته في جرة التصوير. قالت أنا معناها حاسة بالرعب اللي أنا ما زلت قاعدة نصور، أما أمام توم ما نهاجمش الناس اللي واصلوا التصوير. اي جوستم اي قلت لك الموضوع هذايا تقسم فيه الوقت، اختلفت فيه الاراء خاصه بين الممثل والفلاني، وهما يعرفوا اكثر بتدخل كيفاش تم عمليه التصوير والتجمع والفريق قداش من عدد معناها نتاع لي تكنيسيان والا الممثلين وغيره. دونك رايهم في الموضوع هذايا مهم، اما ريت ما ثماش اجماع عليه، كل واحد كيفاش يقول لك الحكايه. على كل حال هي بارامو مع ما نعرفش اذا كان عندك في الاخبار نتاعك القرار نتاع المحكمه الاداريه. لا مانيش فاتيه اليوم القرار، يزيني اليوم بالقرارات وبالمحاكم يزي فدي. لا خاطر معناها المحكمه الاداريه ديجا قررت تاجيل تنفيذ قرار وزاره الثقافه باستئناف تصوير المسلسل. اي ديجا انا ليدو، اما من كثره ما هبطوا فتحيه الاخبار كل مره واحد يقول باش ياجلوا، لا ما ياجلوش، باش ياجلوا ما ياجلوش. دونك هو صحيح، هو النورمال باللوجيك معناها واحد يستحفظ على صحته قد ما يجب، اللي هذا اللوجيك معناها الصحة والروح قبل كل شيء، أولوية كل شيء. صحيح هي أولوية قبل التصوير وقبل الفلوس وقبل أن نحن نرفه على المشاهدين، هذا اللوجيك شنو يقول معناها بعد كي يجيوا الحاجة الأخرين برا. اسمعوا فلت. الممثل اللبناني فتحية يوسف الخال يوسف ليلة توا ما عادش لا خال لا عم ما عادش لهير الشيء ذي لآخر قطرة من دماء لهير. لبناني فتحية يوسف الخال، تعرف انت اللي مرته هي نيكول سابا. شارك اللي عمل لها فيديو يضحك على الاخر من هو في الدار، هو ما حبش يخرج من الدار، اما صورها وهي في الشارع، هو صورها من الدار من فوق وهي في الشارع وهي كانت تعمل في سبور، مشات تجري ورجعت، يا اخي صورها من فوق وكتب عليها: الام اللبوه التي لا تستسلم ولا تمل. على مرته
شكر العرس. ولا هو فحب يهبط بالحكاية ذي هاشتاج لضرورة المحافظة على الرشيقة، قال من معنى مش تبركوا في الدار ما غير ما تحافظوا على الرشيقة تاعكم. دونك وهي نيكول سابا قالت لك ما فيهش هذه سبور، ما تحكيوش معايا على سبور، لازمني نعمل سبور. دونك خرجت سكيباغي عملت جارية في الحومة، والفيديو ظهر في الليل تعمل معنى بعد ما الناس كل شيء دياره. دونك وحدها في الحومة عملت جاريتين، هو صورها من الفوق وقال الأم اللب والتي لا تستسلم ولا تأمل. ولا عليهم الأزواج كيف بدي وهكا والله شيء يونسوا في الحجر صحيح. اسمعوا فلت زي كنت حكيتك البارحة على أغنية إليسا واللي شاركتها فيها هيفا وهبي، نحبك تسمعها طريقة تعطيني رأيكم بعدك. ولا